TWNFM 91.2. بشأن ولاية صفاقس بصفة عامة تتقدم كما يجب. المشروع الذي ينتظره كل المواطنين مواطنين أهالي ولاية صفاقس وكل توانسة بصفة عامة، لأن مع الأسف مشروع يعني انطلق سنوات أول الثمانينات وإلى اليوم الجزء الأول فقط انتهى وتم ومنذ سنوات، واليوم كنا معناها باذلين كل الجهود، وهذا اللي لازم يتحقق منه كل الأهالي ولاية صفاقس، اللي وزارة التجهيز ما تبخل بحتى أي جهد لإيجاد المستثمر الأمثل لمرافقة الدولة لإنجاز هذا المشروع الضخم. هناك اليوم متواجدين لثاني مرة عديد المستثمرين من تقريبا 20 مستثمر من أكثر من 6 أو 7 بلدان أجنبية، حتى من أفريقيا السود موجودة. التعهدات واضحة والأجال واضحة، وإن شاء الله معناها يقع احترامه وعلى كل هو تعهد لدى المستثمر ولدى الشركة التي ستبعث فيما بعد مع المستثمر، كما تقريبا 50% ما بين الدولة التونسية بمختلف مكوناتها والمستثمر الأجنبي أو المستثمر التونسي. شكرا. مرحبا إذاعة الديوان. بالنسبة للعدد الساحبين اليوم عندنا 42 ساحب، منهم 22 ساحب أجنبي و20 بالطبيعة توانسة. اليوم هذا ينتظم في إطار مزيد التعريف بالمشروع، تعريف للمستثمرين. كان تنظيم يوم 4 جويلية، تنظيم يوم أول يوم زاد تعريفي بالمشروع، وكانوا عندنا عدد مستثمرين زاروا الموقع ثم اطلعوا على خصائصه في وعبروا على اهتمامهم بالمشاركة. واليوم عندنا مستثمرين يعني تقريبا جدد ثمالي أول مرة يجيو، من خاصة من إسبانيا وإيطاليا، من الصين أيضا عندنا اليوم موجودين معنا، عندنا من السعودية، يعني الحقيقة عدد جنسيات، وهذا شيء يفرح.